أهلا بكم كل أعزائي المشاهدين وكل أعزائي المتابعين، أهلا بكم من جديد من كل مكان في العالم ومن كل مكان في الوطن العربي ومن كل مكان في الدول العربية الحبيبة والشقيقة، وإطلالة جديدة وفيديو جديد وكلام خطير وناري من سيدة الإلهام ليلى عبد اللطيف وتوقعات نهاية العام. ايه اللي هيحصل في الدول العربية في الايام القادمة حتى نهاية العام، عام 2022، العام الغريب، عام البلاء والوباء والغلاء، واللي بنقول فيه واللي عايزكم تقولوا فيه الدعاء وتوصل صوتكم ورسالتكم الى الله سبحانه وتعالى لرفع غضبه عنا وعن البشرية. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والحروب، وانذر رحمتك ولطفك على عبادك يا رب العالمين. امين. عايز الدنيا كلها تقول امين، وعايز مليون امين، واوعى تبخل علينا بكلمة امين، علشان امين هتخلي غيرك وتشجع غيرك ان يقول امين في هذا العام الغريب جدا. وكمان بفكركم اوعوا تبخلوا علينا باللايك لهذا الفيديو، الفيديو المهم جدا والحلقة الهامة جدا، فياريت تعمل اللايك من دلوقتي وما تبخلش علينا بيه عشان نقدر نكمل مع حضراتكم ونستمر. ولو حضرتك جديد معانا ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة من الاخبار والتوقعات والتنبؤات في كل ثانية وكل لحظة. وهنبدأ مع اللي قالته السيدة ليلى عبد اللطيف في الكلام الخطير دوت، وكمان بنهدي للسيدة ليلى عبد اللطيف هذا الإعلان المجاني، والله إعلان مجاني لأن احنا بناخد من توقعاتها ومن تعبها، فلازم نبلغ رسالتها. الست ليلى عبد اللطيف هتكون في القاهرة مصر، واللي عايز يحجز معاها مقابلة شخصية موجود رقم الواتساب اللي ظاهر لحضراتكم دلوقتي، وياريت اللي عايز يكلمها على الواتساب شخصيا يكلمها ويحجز معاها مقابلة في جمهورية مصر العربية القاهرة قريبا ان شاء الله. فعندكم الرقم وياريت تكتبوه. ونبدأ بالتوقعات للدول العربية. هنبدأ بالمغرب، المغرب الحبيب والمغرب الصديق، ولكل أصدقائي وأحبائي في المغرب، ففي أخبار كويسة المرة دي. هي شايفة تغيير كبير سيحدث في الحكومة المغربية، وهذا سيؤدي إلى فورة أو إلى ثورة سياحية، وسيجعل حكومة المغرب فاعلة في مجال الأمن والعمران والسياحة، وسنرى في المغرب تاني ثورة أو فورة سياحية لم تشهدها من قبل. كمان بتقول إن أسعار العقارات في المغرب سوف تشهد ارتفاعا كبيرا، وذلك لموقع المغرب المميز أو المتميز في الفترة القادمة. كمان في حاجة مش كويسة وربنا يخليها ما تحدث ان شاء الله، انها ستشهد المغرب حالة حداد وحزن لحدث ما، وان شاء الله ما يحصلش. في خبر عالمي مهم جدا جدا عن بولندا، وهي شايفة ان بولندا سنرى انظار العالم والصحافة والاعلام ستوجه نحو بولندا، وسنرى أحداثا مأساوية ومؤسفة ستحدث في بولندا. وتوقعي أنا الشخصي أو تفسيري للي هيحدث في بولندا إن روسيا مش هتكتفي بأوكرانيا، وإن روسيا هتبدأ تفكر في دخول بولندا والسيطرة عليها، وذلك لوجود خطر كبير جدا على حدود روسيا من بولندا بسبب انضمامها
لحلف الناتو. اول ما حلف الناتو هيبدأ يودي المعدات او الالات العسكرية او جنوده، هتبدأ روسيا تسيطر على بولندا. وزي ما شايفة ليلى عبد اللطيف ان احداث مأساوية ومؤسفة ستحدث في بولندا، انا اعتقادي ان سيحدث في بولندا ما حدث في اوكرانيا. هنبدأ بقى كمان نتكلم على تونس، وبتقول ستشهد تونس مثول شخصية سياسية بارزة أمام القضاء للمحاسبة، وأغلب هذه الشخصيات سنراها وراء القضبان. احنا شفنا فعلا رئيس البرلمان الغنوشي ابتدوا يحكموه، ولكن هي شايفة ان كل دولت هيبقوا وراء القضبان وهيتسجنوا. وأرى الأزمة التونسية سوف تتصاعد وتشعل الشارع التونسي من جديد، ولا أستبعد حدوث عملية اغتيال كبيرة سوف تهز الشارع التونسي. أما على الصعيد السياسي فسوف تتوصل تونس لإصدار دستور وقوانين وتشريعات جديدة، وإحنا شايفين إن دلوقتي تونس في الاستفتاء على الدستور، مما سيجعل الأزمة التونسية تجدي طريقا من خلال الحلول السلمية المناسبة من أجل إعادة زمن الهدوء السياسي والاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي ومواسم السياحة المميزة. وأرى أن الدستور الجديد في تونس سيكون متوازن ويؤسس لبناء دولة خالية من التطرف، وأن تونس سوف تصبح مثل دبي. مهمة جدا نسمع ليك تاني، أن تونس سوف تصبح مثل دبي، بلد سياحي واستثماري، ولكن في السنوات القادمة بعد انتهاء كل المشاحنات السياسية وبدء الاستقرار في البلد والاستقرار في الشارع التونسي والعمل بالدستور الجديد. يعني كلام يقول ان الاستفتاء على الدستور هيكون ايجابي، وان الاستقرار في تونس هيبدأ ياخد طريقه، واستقرار الشارع التونسي ان شاء الله تونس ترجع لتونس الخضراء الجميلة بإذن الله. وكمان ان تونس في السنوات القادمة، يعني مش بكرة ولا بعد ولا بعد شهر، ولكن بعد فترة ستكون مثل دبي، بلد استثمار وسياحة بإذن الله. ان شاء الله يا رب نرى تونس في احسن الحالات. عندنا بقى كمان في مصر، هي شايفة ان مصر في الفترة القادمة ستولي مصر او سنرى مصر تولي اهتماما كبيرا للعسكرية المصرية، وان الجيش المصري سوف يتأهب للدفاع عن بعض الدول العربية والدولة المصرية في الفترة القادمة. يعني هيكون الجيش المصري دوره فاعلا وبارزا في الدفاع عن الدول العربية وعن الدولة المصرية، وهنا سنرى مصر ستضاعف قوتها العسكرية استعدادا للمرحلة القادمة. وطبعا طول عمر مصر وجيشها هو حامي الحمى في المنطقة، وعمرنا ما شفنا الجيش المصري بيتقهقر او بيفشل في مهمة، او انه ما بيقدمش الدفاع السريع عن دول المنطقة وعن دولته مصر، وانه هو الصد او المانع الاخير لكل البلاوي اللي احنا شايفينها حصلة في هذه المنطقة في الفترة القادمة. فربنا مع الجيش المصري ان شاء الله. كمان ترى في الفترة المقبلة تقدم السعودية مع باقي الدول العربية بعمل تحالف او حلف او اتحاد عربي، وبناء جسر عربي لا مكان فيه للخلافات ولا الثورات. يعني اخيرا ممكن نشوف العرب يتحدوا وبدون اي خلافات ان شاء الله، ولا نجد فيها الحروب، وسنكون امام ولادة تحالف عربي جديد تلعب فيه السعودية وباقي الدول العربية الدور الاكبر امام المصالحات والتحالفات العربية القادمة. والمفاجأة السعودية الخليجية الاتية، من سوريا الى ايران، ومن تركيا الى العراق، ومن اليمن الى ليبيا، وصولا الى لبنان ان شاء الله يا رب. وهنا ارى ان السعودية ومصر وتركيا سيلعبون الدور الاكبر
أكبر خلال المرحلة القادمة في حسم الخلافات العربية والإسلامية ابتداء من إيران وسوريا. وسوف نشهد عدة لقاءات بين هذه الدول وخاصة بين السعودية وإيران، ومع توالد تحالف عربي جديد سوف تنجح مساعي السعودية وباقي الدول العربية إلى إنتاج ربيع عربي حقيقي، مش ربيع عربي اللي حصل في تدمير الدول العربية، لا، هنا بقى انتاج ربيع عربي حقيقي خاليا من التفرد وبعيدا عن مشاهد الفوضى والحروب يا رب ان شاء الله. وستكون الصعوبات كبيرة جدا وكثيرة جدا والمشاحنات خطيرة جدا خلال هذه المرحلة. طبعا اعداء الشر والناس اللي مش عايزة يحصل للعرب اتحاد، وكل الدول العربية والغربية اللي شايفين ان اتحاد العرب ده عبارة عن شوكة في اعينهم، ولكنها لم تبقى كثيرا هذه الصعوبات. وخلال الفترات والمراحل القادمة سوف نرى بذور هذا التحالف العربي الكبير والربيع العربي الجديد. كمان شايفة انفراجة كبيرة في السعودية في فرص العمل في السعودية، ولن يكون هناك اي شخص في السعودية بدون اي فرصة عمل، وانفراجة ايضا في السعودية بالافراج عن بعض المسجونين الذين لم تتلوث ايديهم بالدماء. ليبيا، دولة ليبيا ربنا معاها من بعد ما حصل في ليبيا ومن بعد استباحة ليبيا من كل ما كان، ولكن شعب ليبيا عارفين ان شعب قوي وهيستعيد دولته بإذن الله. هي شايفة في الفترة القادمة ستتحول الأنظار إلى مطار ليبيا الدولي لحدث مهم وكبير، وستشهد ليبيا عملية خطف شخصية سياسية، ومصير هذه الشخصية سيكون مجهولا، وستكون حظوظ سيف الإسلام القذافي مرتفعة جدا في قيادة ليبيا. طبعا ربنا ان شاء الله يعني يقف مع ليبيا، ولكن كتير جدا بيتمنوا ان سيف الإسلام القذافي يكون في قيادة ليبيا. ولكن هنا بتقول ان حظوظه عالية ومرتفعة، ولكن احتمال هذه الفترة او الفترة القادمة، يعني مش مهم ان سيف الاسلام القذافي ممكن يظهر في الفترة دي او يمسك ليبيا في الفترة دي، ولكن ممكن يبقى بعدين وفي فترة قادمة، وان المهم ان سيف الاسلام القذافي هو من سيقود ليبيا الى بر الامان، وهذه الفترة او بعدين في فترة قادمة لكنه سيقود ليبيا الى بر الامان، وهي شايفة ده. بتقول كمان سوف تشهد احدى المناطق الليبية الشبكات كبيرة وفيها جرحى وقتلى، والجيش الليبي يتدخل. وعلى علي الدبيبة وعلى الدبيبة الالتفات حول أمنه، وإن العاصمة الليبية طرابلس سوف تكون من جديد تحت رحمة الاقتتال والاشتباكات الجدية خلال الفترة القادمة. وأرى أن الساحة الليبية السياسية على موعد مع ظهور شخصية ليبية قوية وبارزة ولها جمهور وشعبية كبيرة على الأرض، وتتمتع بالاحترام والتقدير من أغلب فئات الشعب الليبي، وسوف يلعب دورا بارزا كبيرا على الساحة الليبية خلال المرحلة القادمة، وسيكون له دورا فاعلا ضد الإرهاب بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية في ليبيا. وممكن أنها تكون يعني يكون قدوة لاستلام الرئاسة. وان برضو بتتكلم على سيف الاسلام القذافي تاني، وبتقول انه سيكون له دورا كبيرا جدا في ليبيا، لكن الوقت والتاريخ دائما سيكون بايدي الله، وانها ترى سيف الاسلام القذافي يرحب باي مبادرة فيها مصلحة ليبيا وشعبها. نتكلم هنا بقى بعد كده على العراق واخواتنا واحبائنا في العراق، وربنا يكون مع اخواتنا واحبائنا في العراق الجريح
وسيكون العراق خلال الفترة القادمة أمام إنشاء تحالفات سياسية جديدة وبارزة، ومن هنا أرى الشارع العراقي سيشتعل من جديد، وسوف تتجه الأنظار إلى السيد مقتدى الصدر، وخصوصا عندما نسمع منه قرار يرسم من خلاله خارطة طريق سياسية جديدة للعراق، ونرى أن تأليف حكومة عراقية جديدة لن تكون سهلة ولن تصمد، حتى لو الحكومة اتألفت وبدأ في حكومة جديدة إنها لم تصمد بالعراق، وعمرها السياسي سيكون قصيرا. لذلك ترى ظهور شخصية جديدة بالعراق ستقوم بتأليف حكومة جدية وجديدة وتشمل جميع الأطراف، وسيكون هدفها هو تهدئة الشارع العراقي الشعبي والأمني والسياسي، وبإذن الله نلاقي الاستقرار في العراق قريب. ودور السيد مصطفى القاظمي لم ولن ينتهي بعد، واسم القاظمي سوف يرتبط ويلمع من خلال عدة قضايا وطنية وسياسية قادمة، وهنا أقول أن اسم مصطفى القاظمي سوف يكون حديث الإعلام الفترة القادمة. وترى أن العراق قادما على مرحلة جديدة خالية من الإرهاب والسلاح، وسيصبح سلاح الجيش العراقي هو السلاح الوحيد الذي سيسيطر ويحكم على أرض العراق بإذن الله يا رب إن شاء الله. لأن العراق كانت من أقوى الجيوش العربية ومن أكثر الدول اللي فيها خيرات من البترول والثروات، ولكن جشع وطمع البعض داخل العراق وخيانة العراق من الداخل قبل الخارج أدت إلى هذا الجرح العميق في قلب العراق، واستغلال الغرب الاختلافات الدينية داخل العراق والاختلافات السياسية أشعلت النار بين الطوائف في العراق، وبالذات بين الشيعة والسنة وبداخل الأحزاب السياسية، وده دايما دور الشيطان الغربي عندما يشعل النار بهذه الطريقة، إشعال الفتنة بين الطوائف وإشعال الحروب بين الأحزاب حتى تتمزق العراق وتنهب وتسرق ثرواتها، وده مخطط لكل الدول العربية إن شاء الله ما يتمش، وإن شاء الله تقف العراق على أرجلها من جديد. بالنسبة لسوريا، هي شايفة سوريا تقف على أعتاب المرحلة النهائية للتسوية الشاملة حول المرحلة القادمة، وترى أن الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس روسيا بوتين سيكونان أصحاب القرار النهائي والكلمة الأخيرة في هذه التسوية القادمة، ولذلك ستشهد سوريا إنشاء قاعدة عسكرية روسية جديدة غير اللي موجودة حاليا في سوريا، وستكون في أحد المناطق السورية ولحدث ما. وأخيرا أرى أن عودة النازحين السوريين باتت قريبة جدا، ومن عدة دول خصوصا من تركيا وأوروبا ولبنان، وأن رئيس الأسد سوف يرحب ويحمي هذه العودة لأبناء سوريا تحت عنوان عفى الله عما سلف. ويا رب سوريا الحبيبة وسوريا الجميلة وسوريا السلام تعود من جديد، ويا رب إن شاء الله أهل سوريا وأولادها يعودون ويبدأوا في بناء سوريا المدمرة حاليا، ويعيدوا جمال سوريا وسلامها إلى مكانه زي ما كانت بإذن الله وإن شاء الله يا رب. هنا يا جماعة يعني أغلبية اللي قالته ليلى عبد اللطيف بالنسبة للدول العربية، ولكن معانا يعني كثير وهام جدا بالنسبة للأحداث العالمية وكيف تنتهي هذا العام في
العالم كله والعالم الغربي وروسيا وأوكرانيا وأمريكا وفرنسا وكل الدول العالمية. ولكن الفيديو ده هننزله في فيديو قادم وهنسميه توقعات نهاية العام لجميع دول العالم، بالذات الحروب هتنتهي على ايه زي ما هي شايفة ليلى عبد اللطيف. بشكر حضراتكم وبشكر وقتكم، ودايما بفكركم في هذا العام، عام الوباء والبلاء والغلاء، ان احنا نطلب من الله سبحانه وتعالى ونقول له اللهم ارفع عنا البلاء والغلاء والوباء، وانزل رحمتك على قلوبنا وعلى الارض وعلى جميع الشعوب. امين يا رب العالمين. ويا ريت حضرتك تكتب امين، ويا ريت الدنيا كلها تطلب من الله سبحانه وتعالى ان يرفع غضبه عنا وعن البشرية في هذا العام الغريب، والعودة الى الله والاستغفار الدائم. شكرا ليكم وشكرا لوقتكم. ما تنسوش وما تبخلوش علينا باللايك في الفيديو ونشر الفيديو لتعم الفائدة، والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد في كل ساعة وكل لحظة. كان معكم فادي فكري، والسلام ختام.